اللي بتحصل في العين في أجزائها المختلفة. قبل ما أتكلم عن علاقته بالعين، إحنا عارفين إن مرض السكر عندنا نوعين، في النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول اللي هو بيجي في الأطفال في سن مبكرة، وغالبا ما بيكون نتيجة ليه فشل في البنكرياس في إنه يطلع الهرمون الإنسولين اللي هو بيسبب مرض السكر. الأطفال دول بيبقوا عرضة طبعا لمضاعفات السكر أكتر، وبيحتاجوا ياخدوا علاج للإنسولين منذ تشخيص مرض السكر. النوع الثاني من السكر اللي هو بيجي في سن بعد كده نتيجة لأدوية الإنسان يكون أخذها أو مرض أصاب البنكرياس أو غيره، اللي احنا بنسميه النوع الثاني من السكر. النوع الثاني هو اللي احنا ممكن بنعمل فيه تنظيم غذاء، ممكن ندي أدوية عن طريق الفم، وأحيانا بندي الإنسولين. عموما السكر زي ما حولنا نوعين، نوع أول أو نوع تاني، وهم النوعين ليهم تأثيرات وليهم مظاهر ومضاعفات بتحصل في أجزاء المختلفة من العين. أول جزء بيتأثر بالسكر في العين هو منطقة الجفون. إحنا عندنا الجفون فيها الرموش، وفي جذور الرموش فيها عندنا خلايا. الخلايا دي بتبقى عرضة لحدوث التهابات متكررة في مرضى السكر، وده بيؤدي إلى حدوث ظهور اللي احنا بنسميه الدمامل أو الأكياس الدهنية اللي بتظهر على طرف الجفن. فتكرار ظهور هذه الدمامل بيخلينا دايما نفكر في كذا سبب، ومن ضمنهم مرض السكر. يعني عندنا مثلا اللي بيعانوا من ضعف النظر، قصر أو طول نظر، برضو بيبقى عندهم دمامل متكررة. اللي عندهم ظروفهم الصحية معرضين كثيرا للتلوث وللذباب وغيره، بيبقى عرضة برضو لظهور هذه الدمامل. يبقى هي ليها أسباب مختلفة، لكن من ضمن أسبابها هو مرض السكر. علشان كده لما بيجي لنا طفل أو مريض وبنلاقي عنده ظهور دمامل متكررة في جفونه، من ضمن الحاجات اللي احنا بنفكر فيها وبنحللها وبندور عليها وبنشك فيها إن يكون هذا الشخص عنده مرض السكر. الحاجة التانية اللي ممكن تتأثر بمرض السكر هي قوة الإبصار. احنا عندنا مريض السكر نتيجة لأنه مش قادر يستخدم السكر اللي موجود في الدم، سكر الدم بيرتفع. ارتفاعه بيؤدي لحدوث تأثيرات وتغيرات سريعة جدا في قوة إبصار العين. يعني لو أنا جالي مريض وما يعرفش إن عنده سكر، إنما بيشتكي يقول لي يا دكتور أنا بغير النظارة كل حبة، وكل ما غير نظارة يطلع مقاس غير المقاس، ولاقي نفسي يا دوب بغير النظارة بعدها بحبة أبص لقى نفسي مش شايف بيها زي ما كنت شايف، وبعمل وغير المقاس تاني وغير تالت. دي حاجة بتخليني أشك في السكر. الحاجة التانية إن المريض يقول لي يا دكتور مثلا أنا ألاقي نفسي بالصبح صحيت وكويس وشايف كويس، وبعدين مثلا أكلت أكلة جامدة أو فيها سكريات أو دهون كتير، وبعدين ألاحظ أن نظري اللي أنا كنت شايفه الصبح بقيت شايفه بعد الظهر. يعني التغيرات بتحصل وبتحصل بسرعة وبتحصل في خلال ساعات. تذبذب قوة إبصار العين بسرعة بهذه الطريقة بتخليني برضو أفكر في مرض السكر. وفعلا الناس دول لما بنحللهم ناس منهم كتير بيلاقي عنده مرض السكر، وللأسف ما بيكونش عارف خالص انه عنده المرض. الحكاية ممكن تيجي بطريقة أخرى، ان مريض السكر هو نفسه عارف ان عنده مرض السكر، ومن كتر ما بقاله سنين عنده هذا المرض، المريض ده يمكن بيقول لي ويقول للدكتور الباطني اللي بيعالج له مرض السكر، تصدق يا دكتور أنا بعرف إمتى سكري مش منتظم وإمتى حصل فيه لخبطة من لخبطة قوة الإبصار. بعض الناس بيبقى عندهم قدرة وأذكياء لهذه الدرجة إنه بيعرف إن سكره اتلخبط من نظره، وده بيخليه على طول إذا كان عنده جهاز لتحليل السكر بيحلل أو يستشير الدكتور اللي هو بيعالجه من مرض السكر بحيث أنه ينظم السكر على هذا الأساس. يبقى تغيرات سريعة في خلال ساعات أو أيام قليلة في قوة الإبصار بتخليني أشك أن يكون هذا الشخص عنده سكر حتى وإن كان ما يعرفش، أو العكس أن مريض السكر هو نفسه يعرف أن سكره بقى ملخبط من لخبطة قوة إبصار العين. طبعا احنا كأطباء عيون في هذه الحالة
ما بننصحش ابدا اننا نعمل نظاره او نغير نظاره المريض الا لما ينتظم سكره، لان زي ما قلت لحضراتكم انه في ارتباط وثيق بين مستوى السكر في الدم وبين قوه الابصار. فلو انا عملت له كشف نظاره ممكن جدا الكشف ده ما يبقاش مظبوط، لان الكشف ده على مستوى سكر معين هياخد علاج، يعني السكر يقل هيبص يلاقي النظاره اللي كان شايف بيها مش شايف بيها. ففي الحالات دي احنا بننصح المريض اننا ننظم السكر ويبقى في مستوى مقبول ومستوى ثابت، وفي الحاله دي بعد كده نقدر نكشف ونغير النظاره بتاعت المريض. من ضمن الحاجات اللي بيأثر عليها السكر في العين انه بيكون تأثير غير مباشر، يعني احنا مرض السكر بيحصل معاه التهابات وبيحصل معاه قصور في الدوره الدمويه اللي بتغذي اعضاء الجسم المختلفه. معروف في مرض السكر انه احيانا بيحصل التهابات في بعض الاعصاب اللي بتطلع من المخ، اللي انا بسميها الاعصاب المخيه، وفي ثلاث او اربع اعصاب من هذه الاعصاب بتغذي العين وبتغذي عضلات العين. يعني احنا مثلا عندنا العصب الثالث والعصب الرابع والعصب السادس، ثلاث اعصاب مخيه، الثالث والرابع والسادس، دول بيطلعوا من المخ وبيغذوا العضلات الخارجيه للعين، وبيغذوا كمان العضلات اللي هي بتخلي الواحد يقدر يقفل او يفتح عينه. فاذا حصل ان هذه احد هذه الاعصاب حصل فيه التهاب او حصل فيه ضعف في الوظيفه بتاعته بيؤدي الى حدوث ضعف في العضله اللي بيغذيها، ودي بتظهر في صوره شلل او ضعف في احد هذه العضلات. فبنلاقي ان المريض بيجيله حول، بيظهر عليه حول ويلاقي انه عنده ازدواج في الرؤيه. دي شائعه جدا خصوصا في العصب السادس، بيغذي عضله اللي هي بتحرك العين للخارج. المريض ده لو حصل شلل في هذا العصب والعضله اللي بتحرك العين بنبص نلاقي ان العين اتجهت الى الداخل وما بيقدرش المريض يبص الى الخارج، لان العضله دي بيكون فيها شلل مؤقت. ممكن العصب الثالث كمان لو اتأثر برضو يحصل حول، وممكن أبص لقى إن العين اتقفلت، إن المريض جفنه نازل والعين اتقفلت ومش قادر يفتح عينه نتيجة لتأثر العصب الثالث اللي هو بيطلع من المخ وبيغذي بعض عضلات العين الخارجية. إذن ممكن جدا مرض السكر يتعرف ويتشخص نتيجة لتأثيره على بعض الأعصاب المخية وعلى العضلات اللي بتقفل أو بتفتح العين أو الجفن والعضلات اللي بتحرك كرة العين. دي من ضمن المضاعفات المعروفة عن مرض السكر. مرض السكر كمان ممكن بيأثر على عدسة العين. إحنا ربنا سبحانه وتعالى خالق كرة العين فيها عدستين مهمين جداً. العدسة الأولانية هو السطح الشفاف من العين اللي أنا بسميه القرنية، والعدسة الثانية بتبقى عدسة شفافة موجودة داخل كرة العين. العدستين دول مع بعض بيشتغلوا زي الكاميرا، بحيث أنه لو كان في صورة موجودة قدام الشخص أو إحنا بنبص على شيء، العدستين دول بيكونوا صورة على الشبكية اللي في الداخل العين من الداخل، اللي هي بتعادل الفيلم الحساس الموجود في الكاميرا. العدسة دي لو حصل فيها عتامة احنا بنسميها المياه البيضاء. مريض السكر بيحصل فيه نوعين من المياه البيضاء. النوع الأول اللي هو بيحصل زي المياه البيضاء اللي بتيجي مع الشيخوخة، ولكن في مريض السكر بنلاقي ان المياه البيضاء تكونت وحصلت وتجمعت بسرعة جدا وعند سن صغير. يعني احنا مثلا مياه البيضاء الشيخوخة بتيجي معروفة عند سن مثلا 60 أو 65 سنة، بلاقي ان مريض السكر بيبتدي يحصل عنده مياه بيضاء في سن يمكن 40 سنة أو يمكن أقل من سن 40 سنة. يبقى لو أنا لقيت ان مريض وفي سن صغير وابتدت تتكون عنده ميه بيضاء والميه البيضاء بتتجمع في اللي بسرعه، ده بيبقى مدعاه لدكتور العيون انه يشك ان هذا المريض عنده سكر. ده النوع الاولاني من المياه البيضاء اللي بتحصل مع مرض السكر. النوع الثاني اللي هو بيجي في سن صغير وبيبقى ليه مواصفات وشكل معين مختلف تماما عن مياه البيضاء الشيخوخه، وده انا بسميه
المياه البيضاء الناتجة لمرض السكر الحقيقية. الثانية أنا بسميها مياه بيضاء الشيخوخة، ولكن بتحصل عند سن مبكر، ولكن بنفس مواصفات وشكل اعتامات مياه بيضاء الشيخوخة. النوع الثاني بيبقى له مواصفات معينة دكتور العيون بيقدر أنه يفحص ويشوف ويحدد ويشخص نوع هذه المياه البيضاء اللي بتيجي مع السن الصغير، وطبعا نتيجة لسه سببها نتيجة لمرض السكر، إن البني آدم ما عندوش الإنسولين الكافي، سكر الدم بيرتفع ويبتدي يأثر على وظيفة العدسة وشفافية عدسة العين. المياه البيضاء لما بتتجمع وعدسة العين بيبتدي يحصل فيها عتمات. في المراحل الأولانية ممكن جدا لو انتظم السكر وخدنا العلاج المظبوط ممكن مياه البيضاء بتتوقف وما بتزدادش، وفي بعض الأوقات يمكن بنلاقي حتى أن العتمات بتتحسن مع تنظيم السكر وعلاج السكر بالقدر المظبوط. أما إذا المياه البيضاء تجمعت وكانت بدرجة كبيرة ابتدت تأثر على وظيفة العين، الشخص ابتدى يعاني من ضعف في قوة الإبصار، في الحالة ده هي مش هيبقى فيه قدامنا حل غير أننا نجري عملية للمياه البيضاء. والحمد لله دلوقتي التكنولوجيا بتاعة استخراج المياه البيضاء تحسنت جدا، وممكن بنستخدم أشعة الليزر أنواع معينة أو بنستخدم الموجات الفوق صوتية لتفتيت الأجزاء المعتمة أو العتمات اللي موجودة في عدسة العين. معانا اتصال كده نشوف. مدام إيمان أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ بس لو سمحت التلفزيون جنبك عشان نسمع بعض كويس. ثانية واحدة. اتفضلي حضرتك. بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا والدتي مريضة بمرض السكر، وبعدين كشفنا عليها قريب ودكتور قال لها أنت عندك نزيف داخلي في العين. أيوة يا فندم. وبعدين هي عملت حقن. هل الحقن ده مضر لها بعد كده ولا ايه؟ هو هي عملت حقن امبارح. ايوه يا فندم. ايوه. طب هو يعني النزيف كان جامد لدرجه ان قوه الابصار كانت انعدمت خالص، يعني العين قدامها ضلم خالص، ولا كان نزيف بسيط؟ عندها العين اليمين عملت خالص، والعين الشمال قال لها نعمل فيها حقن وبعدين نعمل جسم زجاجي في العين الثانيه. ماشي. لا حضرتك احنا في العين اللي هي الافضل اللي اتعمل فيها الحقن كانت في رؤيه ولا كانت برضو رؤيه ضعيفه خالص؟ لا كان فيها رؤيه. بتقول في حاجه كده زي غيامه عليها كده. ما هو حضرتك يعني احنا دلوقتي من ضمن الوسائل الحديثه جدا لعلاج السكر ومضاعفاته اننا بنحقن مواد داخل العين، يعني بندي حقنه في حاجه اسمها الجسم الزجاجي اللي هو بيملأ زي الجل كده وبيملأ كرة العين من الداخل وموجود بين عدسة العين وبين الشبكية. لما بيحصل مضاعفات، أنا حقيقة لسه كنت هتكلم عن مضاعفات مرض السكر وتأثيرها على الشبكية، وكنت هقول الكلام اللي هو بالنسبة لإجابة سؤال حضرتك إنه يعني هي الحاجات دي ناجحة الحقن. الحقن دلوقتي من العلاجات أو وسائل علاج مضاعفات السكر الحديثة بتستخدم في العالم كله ومعروفة، ومعروف نتائجها، ومعروف انها وسيلة من الوسائل الكويسة جدا وبتقدم نتائج كويسة قوي. ممكن الحقن بيبقى كافي لعلاج مضاعفات السكر الموجودة، وممكن بندي حقن ونتبع الحقن بعلاج بالليزر او باجراء عملية جراحية. هو عمل لها ليزر الاول فقال لها لا هو مش جايب نتيجة معاكي هنعمل حقن. هو حضرتك يعني في مدارس في نختار نبتدي بالليزر الاول ولا نبتدي بالحقن الاول؟ احنا بقالنا يمكن من السبعينات حوالي 35 سنه تقريبا او 40 سنه بنعالج مضاعفات السكر بالليزر. الحقن ده يا دوب وسيله حديثه بقالها يمكن 4-5 سنوات بس. في بعض الناس متمسكه بالمدرسه القديمه انه يبتدي بعلاج الليزر الاول ويشوف نتيجته، اذا نفع كفايه، اذا ما نفعش يحقن. وفي ناس في العالم، في ابحاث منشوره كتير في العالم على اننا نبتدي بالحقن وقد يكون هو كافي، ولو ما كانش كافي الليزر بعد كده بيبقى اسهل في اجراءه.
بس اقول لحضرتك كلمه انه الحقن معروف عنه انه قد يتكرر، يعني ممكن ما تبقاش حقنه واحده. يعني ممكن بندي حقنه او اتنين او ثلاثه لو ما لقينا ان التاثير غير كافي لوقف المضاعفات الموجوده. ايوه شكرا لحضرتك يا دكتور. العافيه يا فندم. العافيه ستي. نرجع لي بالنسبة للمياه البيضاء وكمضاعفة من المضاعفات بتاعة مرض السكر في العين، وزي ما قلت إنه في تكنولوجيا حديثة دلوقتي بالنسبة لعملية المياه البيضاء، الموقف غير ما كان زمان. كان زمان مريض المياه البيضاء بتتعمل عملية، بنعمل جرح كبير جدا في العين، المريض كان بينام على ظهره يمكن لمدة شهر، ما يتحركش، ما تقومش، ما توطيش، ما الكلام ده. و طيب معانا اتصال تاني الاستاذ شوي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك، والله بس انا كان عندي عمليه زفره في عين الشمال وفي عين اليمين. ايوه يا فندم. فعملت عمليه بتاعت عين الشمال طلعت حلوه كويسه، فالعين الشمال اليمين لما عملتها عملت عتمه بعد الزفره. عتمه في النني نفسه اللي هو في النني نفسه في القرنيه. القرنيه تمام. فرحت للدكتور قال لي احنا هنعملك زرع عدسه، بعد زرع العدسه عملت له اشعه فبان فيها صفار كبير، فقال لي ده لازم القرنيه تتغير خالص. لا حضرتك قلت كلمه انا اعتقد يمكن ما خدتش بالك منها. ايوه. ما اعتقدش انه بعد الزفره قال لك نعمل زرع عدسه. لا ده بعدين فعلا يا دكتور، لان الزفره اصلها غيبت. انا فاهم. يعني انا طولت عليها فعملت اكلان في يعني بمعنى كلام الدكتور ان هي كرمشت في العين نفسها. ايوه ايوه، الزفره زي اللحميه بتطلع من الملتحم عند بياض العين. أيوة. ناحيه الانف. ايوه. وبتزحف وتدخل على سواد العين. تمام. شالها خالص. ماشي كويس. عامله عتمه مكانها، فاثرت على القرنيه خالص. لما عملت له الاشعه الاخيره ديت اثرت على القرنيه خالص. أيوة. فقال لي لازم القرنيه تتغير، يعني هنعمل لك عمليه قرنيه. فعمليه القرنيه قالت تتكلف 15,000، واحنا والله ما هناخد حاجه ليها، هنسيب لك 3 وناخد 12، وانا حضرتك ما معيش ال 12. يعني حضرتك اصل بتتكلم. ماشي، انا هكلم حضرتك في الناحيه العلميه. ايوه. وبرضه هقول لك على حاجه، انا نصيحه. تمام. يعني انا استاذ في القصر العيني، والحمد لله انا عندنا في القصر العيني بنك للعيون. تمام. وده يعتبر بنك العيون الوحيد اللي شغال في مصر دلوقتي. ايوه يا دكتور. بنك العيون عندنا في القصر، ممكن حضرتك بتتوجه اليه وبتتفحص وبيتعمل لك حجز لعمليه الترقيع القرنيه وبتتعمل مجاني. طب يا ريت يا دكتور، يعني فين حته المكان فين بالظبط؟ بنك العيون في قسم العيون في القصر العيني. بنك العيون في قسم العيون في قصر العيني. بس عشان المسافه بس المواصلات، يعني انا لو رحت الصبح كده عملت كشف على طول في بنك العيون ده ممكن يحددوا لي وقت العمليه. يعني في الدكاتره بيفحصوا حضرتك. أيوة. ويشوفوا هل فعلا انت محتاج ولا مش محتاج، ولو تمام. انت محتاج بيعملوا لحضرتك حجز وبتاخد دورك وبتتعمل العمليه. تمام تمام يا دكتور. بس شكرا. انا في نقطه، لا ثانيه واحده، عايز بس اقول لك. ايوه ايوه. لان دلوقتي الزفره معروف ان هي بتطلع من عند الانف وبتزحف على سواد العين. تمام. وبتبقى محدده وماشيه بالعرض وفي حته صغيره. تمام. لانها عمرها ما بتبقى كبيره لدرجه انها بتغطي النني بتاع العين كله. لا هي اول ما بدات تاثر على ان انا معاكي. ماشي، يعني معنى كده انها وصلت لمركز القرنيه. وعمليه رقعه حضرتك، رقعه بالليزر عشان ما ترجعش تاني. تمام. واضح ان هي وصلت لمركز القرنيه عشان كده اثرت وابتدت تغطي على النني بتاع العين وابتدى النظر يضعف. ايوه ايوه. الزفره لما بتوصل لهذه المرحله بتبقى ماشيه وداخله عميقه في انسجه القرنيه. ايوه. عشان كده الدكتور لما عمل العمليه ما قدرش انه يدخل بعمق زايد علشان صح. ما يفتحش العين. ايوه قال يعني لو عملت حاجه انا اثر على ثقب العين. انا معاك. فهو احنا بنعمل حتى عمليه احنا بنسميها قشط سطحي للقرنيه. ايوه. علشان نشيل الزفره. ايوه. اذا شالها وشال كل العتامه الموجوده خلاص. إذا فضلت عتامة وكانت في الأطراف مش مأثرة على الشوف ما بنعملهاش حاجة. لا فضلت عتامة ومأثرة دلوقتي حاليا، ولما عملت له أشعة طلب أشعة تانية كده. ماشي. فعملتها فقال لي لا ده كده أنا خلاص لما ما فيش إلا عمليات قرنية، لازم نعمل عملية قرنية دي. طب أنت عملتها مرة واحدة الزفرة ولا كانت متكررة؟ لا حضرتك أنا جات لي في عين الشمال وعين اليمين عملتها في العينين، العين الشمال طلع ناجحة وحلوة. لا أنا بقول متكررة في نفس العين مش. لا 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 هي مرة واحدة حضرتك وعملها رقعة ما رجعتش تاني. تمام كده كويس. يبقى احنا فاضل العتامه المتبقيه. أيوة. من الزفره. ايوه. العتامه المتبقيه في الحاله دي فعلا محتاجه ان هي تتشال ويتحط بدلها جزء من قرنيه شفافه. ايوه.
يبقى دي يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني انت ممكن جدا تتوجه لبنك العيون في القصر العيني، تمام، يفحصوك ويشوفوا الحاله ويحددوا لو انت محتاج فعلا. شكرا، يعملوا لحضرتك حاجة يا دكتور. ان شاء الله. طيب تمام. معانا اتصال ست ام محمد، اهلا وسهلا. مدام ام محمد، جزاكم الله خير يا دكتور. اهلا السلام وسهلا. عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لك يا دكتور، انا عينيا دايما فيها صداع كده، فقبل ما يجي لي السكر يعني رحت كشفت عند دكتور، فكتب لي قطره كده زي غسيل. ايوه فاهم. بيجي فيها صداع من فوق النن كده جامد. فضلت ماشي على القطره دي شويه يعني الصداع راح، فرجع لي تاني بصراحه الصداع. فجبت القطره وجربتها وبيروح شويه الصداع، بس الاهرج تاني. لا انا عايز اعرف الدكتور ده لما اداكي القطره، اصل القطره اللي بتضيع الصداع معروف هي قطره ايه؟ انا بس التهابات. مش عايز. نعم، التهابات. قال لك قطره التهابات. ما قالش ان ضغط العين عالي؟ لا بصراحه ما قاليش. ما انا عشان كده بس انا بسالك، لانه القطره اللي بتضيع الوجع زي انت حضرتك قلتي ممكن فعلا يكون في التهاب، والالتهاب جايب صداع والم. من السبب فوق الجسم ده صداع جامد يا دكتور، حتى لو قعدت شوية اتفرج على التلفزيون بدير وشي تاني ما بقدرش. طيب ما احنا دلوقتي، طب ما احتمال جدا يكون في ضعف نظر عندك. هو فيه برضو ضعف متهيألي نظر كده، لان عينيه زغلة من بعيد كده. طيب ما هو يبقى احنا خلاص قلناه اهو. يعني انت في ضعف نظر، محتاج نظارة، تلبسي النظارة هتشوفي كويس، الصداع يتحسن. وكان انا يمكن لحضرتك كنت شايفاني من حبه كنت بتكلم على ان السكر بيأثر على قوه الابصار بتاعه العين. بس انا مثبت السكر يعني. طب خير كويس. بس هو الدهون الثلاثيه اللي عاليه بس. يعني الدهون الثلاثيه لها علاج اخرى، انما الدهون باخد لها علاج يا دكتور. نعم يا فندم. باخد لها علاج. طب كويس. انما الدهون الثلاثيه ليس لها تاثير على قوه الابصار. ملهاش. يعني اللي له هو السكر. بس علشان بس نوصل حك، انا نفسي اطمن ان حضرتك ما يكونش في ارتفاع في ضغط العين، ما يكونش في ميه زرقاء. لا ما فيش الحمد لله. انتش يعني عرفت. الحمد لله بشوفه كل حاجه. لا ما ممكن يكون في وبتشوفي. بس حضرتك الحب اللي هو اللي جار الجفن ده اللي هو من الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، فتلقاه وارم يعني حبه بسيطه كده. الحب نفسه اللي مش الحبايه بتاع العين، لا الجفن نفسه كده فيه حاجات ورمه. طيب ما احتمال الحاجات الورمه اللي في الجفن تكون زي انا ما بقولت ان هي قد تكون دمامل، قد تكون اكياس دهنيه ملتهبه. وهي دي السبب في الالام اللي انت بتحسيها، بس دي بتبقى الام ما بتبقاش صداع في الراس. لا دي الصداع حضرتك يعني فوق الجفن على طول كده، الصداع حوالين العين كلها كده في صداع. بصي انا رايي حضرتك اولا، يعني انت الدكتور اللي هو بيعالجك او اداكي العلاج حضرتك تروحي له ويراجع على النظر، ولو في ضعف يعمل لك نظاره. ماشي يا الحاجه الثانيه واحده. الحاجه الثانيه انه ضروري يقيس ضغط العين ونطمن ان ما يكونش في ميه زرقاء. لان لو في ارتفاع في ضغط العين هيعمل الام ويعمل صداع ويخليكي برضو تزغللي. الحاجة الثالثة اللي هي أبسطها بقى اللي هي حضرتك قلت عليها، اللي هي التورمات اللي في الجفون اللي هي بتاخدي لها العلاج. ماشي يا دكتور. ماشي يا ستي. ماشي يا دكتور. أنا على فكرة أما باخد بحط القطرة وببص ألاقيها خفت ورجعت تاني. ما أنا مش عايزك تعالجي روحك. لأن يمكن تكون القطرة مثلا فيها كورتيزون. والكورتيزون ممكن يعمل مشكلة في العين، مية بيضاء ومية زرقاء. أيوه يا دكتور. فأنا خوفي إن حضرتك تكوني بتكرري العلاج من نفسك وتحصل مشكلة ومضاعفات. ماشي يا دكتور، السلام عليكم. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. معانا اتصال الأستاذ أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي دكتور. والله والدتي كانت عاملة عملية مية بيضاء وعدسة. أيوة يا فندم. معايا يا فندم. فهي المهم جت، بس علي صوتك والنبي يا أستاذ. بقول لحضرتك الوالدة كانت عاملة عملية مية بيضاء وعدسة. تمام. عاملة في العين الاثنين. النهاردة الصبح اتفاجئت إن العين الشمال اللي كانت عاملة العملية الثانية فيها حاسه ان في قدامها سحابه سوداء. هي كانت شالت حاجه على دماغها امبارح. ايوه. ومع جو التراب وكلام من ده. وكانت نزلت في التراب يعني. أيوة. هل ده ليه اثر ولا وهي عندها سكر برضه يا دكتور؟ طيب انت العمليه بقى لها قد ايه؟ بقى لها حوالي 3 شهور. والسكر اخباره ايه؟ يعني منتظم ولا ملخبط؟ لا السكر الفتره الاخيره ما اشتكتش منه خالص، يعني ما اشتكتش من اي حاجه في السكر يعني. والشيء اللي شالته كان تقيل قوي؟
كانتيه الاول انت كنت شاريها حاجه؟ حوالي 7 كيلو او 8 كيلو. ولسه لحد دلوقتي من ساعه ما صحيت لحد دلوقتي والعتامه موجوده او الغيامه موجوده؟ هي ده هي لما نامت وصحت هي شافت العتامه. ايوه. لكن حاليا يعني هي حاليا العتامه لسه موجوده قدام عينها، تحس ان في حاجه زي حاجه سودا قدام العين. قدامها ولا فوق ولا تحت؟ طب انا هدي الحاجه معاك هي تقول لك اللي هي شافاه بالظبط. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا دكتور انا قمت النهارده الصبح لقيت حاجه سودا قدام عيني كده، مش سبوره زي ما كنت شايفه الاول ساعه الميه قبل ما اعمل عمليه، لا ده في حاجه سودا قدامي كده. بتتحرك ولا ثابته؟ نعم. بتتحرك؟ بتتحرك؟ لا ده في حاجات بتبقى تتحرك قدامي. يعني عامله زي ما يكون شعر كده او فتل او حاجه؟ لا لا ديت دي فيها دي من ساعه ما عملت العمليه. طيب بس دي حاجه سودا عريضه كده، الحاجه سبرين كده وعريضه وطويله، اجي ابص في الارض كده الاقيها سودا، اغمض عيني دي اشوف بيها حلوه، افتح عيني دي مش هشوفش بيها. الحاجه السودا اللي انت شايفاها، شايفاها فوق ولا تحت ولا قدامك على طول؟ لا تحت وفوق، ما برفع عيني فوق الاقيها، انزل تحت الاقيها. انا رايي انه لو استمرت معاكي لاخر اليوم انا اعتقد حضرتك يفضل ان دكتور العيون اللي عمل لك العمليه يبص عليكي. يعني لو عدت معايا طول النهار. لانه هي قد تكون حاجه من اتنين، يا اما انها تحللات في الجسم الزجاجي اللي هو جيلي موجود جوه العين وتكون اتحركت وجت قدام النني. ده احتمال، ودي لو انت قعدتي فتره المفروض ان هي هتتحرك وتبعد وتروح. الحاجة التانية ربنا يا رب ما يكونش الاحتمال التاني ان قد يكون حدث نزيف. يكون حصل نزيف في العين من الحاجة اللي انت شلتيها مع مرض السكر. فلو استمرت يفضل ان حد يشوف حضرتك ويفحص قاع العين ونشوف الله لا يقدر قد يكون نزيف حصل. طب يا فندم بالنسبة للقطرات هي كان عندها بريد فورت وفلوروكينوميكس وسايكلو، هل تستعمل منهم حاجة دلوقتي؟ ممكن تستخدم اول قطره انت قلتها مؤقتا. طيب مؤقتا، انما انا نصيحتي ان من دلوقتي لاخر اليوم خليها قاعده بحيث تبقى يعني راسها مش نايمه على ظهرها، لا تكون قاعده. لو كانت تحللات في الجسم الزجاجي هتتحرك وتبعد وتروح، انما لو كان في نزيف يبقى نشوف الدكتور اللي عمل لها العمليه يفحص قاع العين، لان ربنا ما يكونش يا رب هو نزيف، انما الاحتياط واجب، يروح تروح وتتشاف. ماشي يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. العافيه. شكرا. العافيه. مع السلامه. مع السلامه. من ضمن بقى مضاعفات مرض السكر في العين اللي هي يمكن مع الاخت الفاضله اللي طلبت وسالت وقالت ان حصل لي نزيف في العين وحصل نزيف في العين الثانيه، اللي هي مضاعفات مرض السكر اللي بتحصل في الشبكيه بتاعت العين. وزي ما حضراتكم عارفين الشبكية عبارة عن فيلم حساس موجود في نهاية العين من الداخل، الفيلم ده بيستقبل الصورة اللي بتكونها عدسة العين والقرنية على الشبكية، وبتتكون الصورة وبتطلع مؤشرات كهربائية من الشبكية إلى المخ، وبالتالي الإنسان بيقدر يشوف الصورة اللي بص عليها. الشبكية عبارة عن فيلم حساس رفيع في خلايا. معانا اتصال تاني. ايه الاستاذ محمود؟ استاذ محمود. ايوه يا دكتور. اتفضل. بقول لك ايه، امي عندها السكر. ايوه يا فندم. هي عندها 60 سنه هي. ايوه. مش عندها سكر من بقى من 86. من 86؟ تمام. صوابع رجليها بتحمر. ايوه. ماشي؟ وعينيها بحس عينيها الشمال فيها وجع كده. ايوه. ماشي؟ هي كانت بتاخد ديابين من 86. أيه. بس من 4 سنين كانت بتاخد انسولين. ايوه. ماشي، بتاخد 40 الصبح و20 بالليل. وبالكميه دي السكر منتظم في الدم؟ مش قسنا والله السكر. لا يعني انتوا ما عندكوش جهاز بتحلله او بتحلله في معمل او حاجه؟ لا والله احنا يعني هم اصلا بتخاف تروح الدكاتره في ايه؟ فانا بشوف في رجليها في الشتاء بتحمر صور رجليها. فبقول لها من ايه؟ بتقول من الساعه. فبتقول لي بتلبس شراب. طول مش بقدر استحمل شوف في رجلي. ايوه. فحلها ايه؟ انت قلت كلمه الحقيقه في منتهى الاهميه. اولا السكر من 86. يعني بقاله 26 سنه. تمام. اذا السكر ويمكن يكون اكتر. يعني معنى كده ان السكر بقاله مده طويله.
معروف عن مرض السكر انه بيأثر على الدورة الدموية الدقيقة اللي هي الشعيرات الدموية الصغيرة. تمام. وبيأثر عليها تأثير بيؤدي الى شبه الانسداد. تمام. فالحكاية دي بتؤدي الى ان كمية الاكسجين اللي بتروح للانسجة اللي بتغذيها الشعيرات الدموية دي بتبقى قليلة. تمام. تبتدي الانسجة تعاني من نقص الاكسجين. والمعاناة في الأول بتظهر زي أنت ما قلت، ممكن تكون في صورة ظهور احمرار، ممكن في صورة حدوث آلام تحت عينيها كده يا دكتور، عين الشمال في ألم كده. ممكن في صورة آلام لو السكر أدى إلى حدوث التهاب وقصور في وظيفة الأعصاب الطرفية اللي موجودة في الجسم. وفي يا دكتور بعد إذنك دكتور، أنا معاك سامع، في بيجي لها حبوب تبع التأمين الصحي بتاعت الفيتامينات دي مش بتاخدها. طب ليه ما بتاخدش العلاج اللي الدكاترة بيدوها لها؟ هي تأمين صحي بيجي لها. طب وماله التأمين الصحي، ماله التأمين الصحي يعني فيه أدوية كويسة محترمة يعني وفيها دكاترة يعني محترمين. يعني الفيتامينات تاخدها عادي؟ ما هو أكيد الوصف بيه 2 تقريبا. ما هو فيتامين بيه 2 مهم جدا عشان التهاب الأعصاب. تاخدها دكتور بعد الغدا مثلا ولا الصبح ولا بالليل؟ لا يعني انا تاخد ايه تعمل ايه، دي تبع الدكتور اللي شافها وصف لها العلاج. ما هي من زمان مش كده، لان ده علاج مش تبع دكتور. بعد اذنك يا عم اديني فرصه ارد عليك بس. العلاج ده بيبقى اللي بيوصفه دكتور الباطني ودكتور الاعصاب. لانه مرض السكر له مضاعفات كثيره في الجسم غير العين، يعني بيأثر على الكبد، بيأثر على الاطراف، بيأثر على الاعصاب، بيأثر على حاجات كتير قوي. انت دكتور، فالدكتور اللي وصف لها الفيتامينات هي من حيث المبدا فيتامين ب بانواع مختلفه مهم جدا عشان التهاب الاعصاب في السكر. يعني دكتور شايف نعم شايف احنا دكتور كبد ولا ايه؟ لا مش دكتور باطني، دكتور باطني يعالجها، ولو هو احتاج معاونة دكتور أمراض عصبية نتيجة لتأثر أعصاب الجسم يبقى كمان دكتور أعصاب، بس الأول دكتور باطني. ماشي يا دكتور. ماشي يا سلام. مع ألف سلامة. هو الكلام اللي كنت بتكلم فيه مع الأخ اللي هو برضه له علاقة بتأثير السكر على الشعيرات الدموية الدقيقة اللي موجودة في الجسم كله ومن ضمنها شبكية العين. لأن الشبكية بتتغذى بشعيرات دموية دقيقة. لما مرض السكر بيكون بقاله مدة زي ما قلت للأستاذ دلوقتي بيبتدي إن يحصل قصور في الدورة الدموية، يبتدي الأكسجين اللي رايح للشبكية بيقل، تعاني الشبكية من نقص الأكسجين، بتبتدي تفرز فيها مواد، هذه المواد بتؤدي إلى حدوث تغيرات في الأوعية الدموية وظهور أوعية دموية جديدة في الشبكية وفي أجزاء كثيرة من الجسم ما بتكونش طبيعي موجودة في الأماكن دي. الأوعية الدموية الجديدة دي بتبقى غير الأوعية الدموية العادية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا في الشبكية. الأوعية الجديدة دي بتبقى رفيعة جدا، دقيقة جدا، بتنزف بسهولة جدا. عشان كده بلاقي إن مريض السكر عرضة لحدوث نزيف متكرر داخل العين، زي الأستاذة اللي كانت بتسأل إن والدتها حصل لها نزيف والعين ما بقتش بتشوف خالص. فمن ضمن المضاعفات المشهورة عن السكر هي مضاعفات اللي بتظهر في الشبكية بتؤدي إلى تكون أوعية دموية دقيقة جديدة في الشبكية. الأوعية ده هي بتنزف بسهولة، والنزيف ده بيؤدي طبعا إلى ضعف وفقدان الإبصار. مهم جدا لمريض السكر ان يكون تحت متابعة من الدكتور الباطني لتنظيم السكر ودكتور العيون علشان يتابع الحالة، يكون في فحص دوري لقاع العين عشان لو حصل اي مضاعفات لمرض السكر في الشبكية تتشخص في المرحلة المبكرة. وفي المراحل المبكرة بنقدر بعون الله وتوفيقه اننا نوقف المضاعفات ونعالجها، ويمكن نتجنب حدوث مضاعفات اكثر واكثر ممكن بتؤدي لفقدان الابصار. في وسائل حديثه دلوقتي موجوده ومتوفره بتساعد دكتور العيون في تشخيص المضاعفات اللي حصلت من مرض السكر في العين. من ضمن هذه الوسائل هي أننا بنعمل فحص لهذه الدورة الدموية الدقيقة بواسطة صبغة معينة. الصبغة دي بنحقنها في الوريد
وبتمشي في الدم وتوصل للدورة الدموية اللي موجودة في الشبكية. بنصور القاع العين بعد وصول الصبغة، بنقدر نحدد إذا كان في أي تغيرات في الشعيرات الدموية الموجودة، إذا كان في أماكن في الشبكية الدم مش واصل لها وابتدت تعاني، إذا كان في أماكن ابتدت تتكون فيها الأوعية الدموية الجديدة بنقدر إننا نصورها ونحدد مكانها، إذا كان في ارتشاح في مركز إبصار العين ومركز الشبكية اللي هي منطقة المقولة بنقدر إننا أيضا نشخصه. إذا التصوير بالصبغة لقاع العين مهم جدا لإننا نشخص مضاعفات وتغيرات مرض السكر في الشبكية علشان نقدر نحدد وسيلة العلاج. في فحص آخر جديد دلوقتي موجود إننا بنستخدم المسح الضوئي للشبكية ولمركز الإبصار. المسح الضوئي ده بيساعدنا في إننا نحدد إذا كان في ارتشاح في مركز الإبصار ولا لا. ومعنا اتصال المدام أم روان. لو سمحت يا دكتور، والدتي عندها بقالها 20 سنة عندها سكر. أيوة يا فندم. وعملت اللي هو الليزر ده من سنة ونص. أيوة. قال لها عندك ارتشاح ونزيف، رجع تاني قال لها نعمله تاني، عملته مرة تاني بعد من 15 يوم كده. أيوة يا فندم. رجع تاني قال لها لا لسه فيه، عمل لها اخر مره دي بس ما استحملتش، بقى جالها مش قادره تستحمله يعني، وبعدها كده في غمامه جامده على عينيها. فرجع قال لها تعملي تاني، فهي تروح تعمل تاني ولا لا؟ طب هي قبل ما يعمل الليزر كان عمل التصوير بالصبغه اللي بقول عليه؟ تصوير بالصبغه ده يعني حقنه بتتاخد كده في العرق او في الوريد وبعدين بنعمل تصوير وتطلع صور ابيض في اسود. عملت التصوير؟ عملت. طب والدكتور بناء على هذا التصوير عمل لها كذا جلسه للليزر؟ للليزر اخر مره دي من اسبوع، عمل لها عين واحده وما قدرتش تستحمل، هي عندها ضغط وعندها سكر. لا يعني ما قدرتش تقعد على الجهاز، انها مش قادره تقعد. عمل عين واحده. ولا ان كان في الم ولا ان كان حصل حاجه بعد العلاج بالليزر؟ لا اثناء ما بيعمل لها مش قادره تستحمل اللي هو بيعمل لها. مش مستحمله يعني، وهو قال لها خلاص كفايه النهارده عين واحده وتعالي بعد اسبوع نعمل العين الثانيه. طب ايه بقى نتيجه الليزر معاها؟ يعني هل لما عملت الليزر في تحسن في الابصار؟ لا برضك عينها ما بتشوفش قوي بيها برضه. يعني الثلاث جلسات وما فيش اي تغيير في النظر معاها خالص؟ خالص. هو بيقول لها عامل زي كل ما السكر تفتحيه يبقى زي الحنفيه يعمل يفتحوا ثاني، يعني هي كل مره عينها بتضعف والبصر بيقل يعني. فمش عارفين والله يا دكتور نعمل ايه يعني، انت تدلنا هل تعمل تاني ترجع تعمل الليزر ده تاني ولا ايه، ولا نعمل لها نظاره نظر وتعمل العين الثانيه ولا لا؟ لا ما هو بصي هقول لك حاجه، يعني احنا طبعا انتوا ماشيين مع دكتور عيون متخصص. طبعا يعني انا مفترض ذلك. على اساس انه لان احنا طبعا علاج الليزر بيحتاج ان الواحد يكون متمرن ومتمرس في الليزر، لأن الليزر ده عبارة عن كي ضوئي بنستخدم الضوء بطريقة معينة مقننة في أننا نعالج أماكن معينة بكمية معينة بقوة معينة علشان علاج المشكلة المعينة الموجودة، فدي بتحتاج يعني. نعم هي ما عملت المرتين ما وجعها زي آخر مرة دي. احتمال في آخر مرة كان في التهابات أو حاجة في العين علشان كده هي ما تحملتش الليزر، لأن الليزر زي أنا ما بقوله عملية كي، احنا بنستخدم الضوء في اننا بنعمل كي لاماكن في الشبكيه، والكي ده بينتج عنه تفاعل في الانسجه وبينتج عنه سخونه في الانسجه، وممكن لو ما اتعملش مظبوط بينتج عنه مضاعفات. فالليزر زي ما بقول انه سلاح ذو حدين، علشان كده لازم انه اللي يستخدم هذا السلاح يكون متمرس، يكون عارف، يكون عنده خبره باستخدام الليزر واستخدامه في حالات السكر ومضاعفات السكر، علشان لو ما احسنش استخدامه بالطريقة المظبوطة الله لا يقدر ممكن بينتج عنه مضاعفات، والمضاعفات ممكن تكون أخطر من مضاعفات السكر. أنا مش عايز أخوفك، إنما الليزر يعني يجب إن اللي يستخدمه يكون عنده خبرة بيه وباستخدامه، لأنه نفس الليزر زي ما بيمنع حدوث النزيف ممكن ينتج عنه نزيف.
يعني لو ما استخدمش مظبوط ممكن ينتج عنه نزيف، لو ما استخدمش مظبوط واستخدم في حالات معينة اللي بيكون فيها تليفات حصلت في الجسم الزجاجي ممكن جدا الليزر يؤدي لحدوث انفصال في الشبكية. فالليزر سلاح ذو حدين، استخدامه لازم يكون مقنن، والحمد لله عندنا دلوقتي في الجامعات المصرية كلها كوادر كبيرة وأساتذة متخصصين. عندنا كمان المعهد القومي لعلوم الليزر في جامعة القاهرة، وهو معهد كبير وبيعتبر المعهد يمكن الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لاستخدام الليزر وتقنياته بأنواعه المختلفة في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي العلوم وفي مجالات كثيرة. في أساتذة كبار متخصصين، وممكن بتبقى في دورات للتعليم ولتوجيه الأطباء. معانا اتصال الحاجة أم أحمد. أيوة اتفضلي. دكتور معايا؟ معاكي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك أنا عندي 55 سنة. أيوة. وبعدين في أول شهر 6 كده كنت عملت، كان جالي انفصال جزئي في الشبكية. أيوة. فروحت للدكتور وعمل لي عملية بالليزر تثبيت للشبكية. أيوة فهمت. إيه هل يا ترى بقى أتابع باستمرار ولا هي مرة واحدة وخلاص ولا إيه؟ مش عارفة بقى. هو حضرتك بتقولي إنه عمل ليزر بس، يعني ما عملش جراح؟ لا ما عملش جراح. طب كان حصل فعلا انفصال ولا هو قال لك ان في حته ضعيفه في الشبكيه هيقويها؟ لا هو اصل هم اتنين دكاتره، اول واحد قال لي في انفصال فما رحتلوش، كان قال لي تعالي عشان اعمل لك التثبيت فما رحتش، ورحت الاستاذ. أيه. فالاستاذ قال لي فعلا فيه جزء انفصال وعمله لي بالليزر. يعني هو الليزر زي ما بقول انه بنستخدمه لتثبيت وتقويه الشبكيه ولعلاج مضاعفات السكر. ايوه. فحضرتك اصلا عندك ضعف جامد، قصر جامد، او تلبسي نظاره تخينه؟ لا ابدا مش تخينه ولا حاجه. طيب كنت هتعرضتي لاصابه وقتها؟ لا ابدا برضه. يعني ما تكفيتيش ما تخبطيش ولا عندي سكر برضه؟ لا اصل ممكن الحاجات دي تحصل من غير السكر. ايوه. يعني ممكن جدا بعض الناس اللي هم بيعانوا من قصر النظر بدرجه كبيره بيبقى أيوه. في عندهم ضعف في الشبكيه. او ان واحد ما يكونش في ضعف في الشبكيه بس تعرض لاصابه. أيوة. يعني خد بوكس، خبط في حاجة؟ لا أبداً. لا ما فيش غير من زمان أو أكتر من 10 سنين كان بنتي دخلت ألم في عيني بس ما كانوش تأثير أياميها يعني. لا هو لو كان ساعتها الله لا يقدر هيعمل كان عمل من ساعتها، ما يعملش بعد 10 سنين. فهو واضح إن حضرتك عندك في أماكن فيها ضعف موجودة في الشبكية. ولما ابتدى يحصل ان الضعف يبتدي يعمل انفصال في الشبكيه، لو في المرحله الاولانيه جدا البدري جدا ممكن قوي نستخدم الليزر في اننا نقوي القطع اللي حصل في الشبكيه واللي كان ابتدى يعمل انفصال. ما هو ده اللي حصل بالفعل. لكن هي ترى اتردد عليه بقى؟ نعم. انا سؤالي هل اتردد تاني على الدكتور ولا هي بتبقى مره وخلاص؟ غالبا مره وخلاص، بس لا حضرتك لازم يبص عليكي تاني اللي أيوه. عمل يفضل يبص تاني للاطمئنان ان اللي اتعمل كويس ومتثبت كويس. ايوه. للاطمئنان على بقيه الشبكيه لان ممكن تكون في اماكن تانيه فيها ضعف وعرضه لنفس المشكله. الحاجه الثالثه انه يبص على قاع العين التانيه. ايوه. لان ممكن يكون عند حضرتك حاجه مرض من الامراض او سبب من الاسباب اللي بتعمل ضعف في اطراف الشبكيه وبتؤدي الى حدوث قطوع في الاطراف. أيوة. واي قطع يجي في الشبكيه بيقلب بانفصال لو ما تعالجش. ماشي يا دكتور. فنصيحتي حضرتك هتروحي للدكتور تاني يطمن. أيوة. على عمله، يشوف بقيه اطراف شبكيه العين دي، وحضرتك تطلبي منه برضو يبص على العين الثانيه ويطمن عليها. طيب شكرا يا دكتور. العافية. شكرا مع السلامة. فأنا كنت بتكلم على السكر ومضاعفاته في الشبكية، وقلت منه من ضمن الوسائل التشخيص اللي هي استخدام صبغة اللي هي صبغة حقن الصبغة اللي هي صبغة الفلورسين، أو استخدام أو بالإضافة ليها أننا بنستخدم نوع من المسح الضوئي، اننا بنعمل مقاطع في الشبكيه خصوصا في مركز الابصار، علشان من ضمن مضاعفات السكر اللي هو حدوث ارتشاح في مركز الابصار، وده بيؤدي الى ضعف شديد في قوه ابصار العين. طب لو احنا شخصنا وعرفنا ان في مضاعفات للسكر او في الارتشاح موجود في مركز الابصار، في الحاله دهيت بنبتدي نفكر في طرق العلاج.
قبل ما أتكلم في طرق العلاج بس هتكلم على نقطة واحدة جت في إحدى المكالمات، إنه يساعد جدا دكتور العيون في إننا نخفف ونقلل ونوقف مضاعفات السكر تعاونه مع الدكتور الباطني المعالج للمريض، لأنه معروف عن مرض السكر إنه المضاعفات بتحصل نتيجة لحاجتين أساسياتين. الحاجة الأولانية هو عدم انتظام السكر، يعني في بعض المرضى بيبقوا أولا ممكن ما يكونش عارف إن عنده سكر، أو عارف إن عنده سكر وما بياخدش العلاج بانتظام. عدم أخدان علاج السكر بالانتظام بيؤدي إلى ذبذبات وارتفاعات وانخفاضات في مستوى سكر الدم، ودي خطيرة جدا وبتؤدي إلى حدوث مضاعفات السكر في العين وفي غيرها. العامل الآخر هو مدة السكر، يعني يمكن حضراتكم لاحظتوا في المكالمات دايما بسأل بقاله قد إيه، بقاله قد إيه السكر. معانا اتصال. ست أم محمد. ألو. اتفضلي حضرتك. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. أيوه أنا سامع حضرتك. أنا كنت عاملة عملية مية بيضة في عيني. أيوه يا فندم. وبعدين بعد العملية يعني بيجي شهر كده كان جاني قرحة وتعالجت، وبعدين جاني ذبابة طايرة. أيوه يا فندم. فإيه العمل في إيه؟ طيب أنت القرحة اللي جت كانت بسبب إصابة ولا جت ليه؟ والله أنا التفت لقيت زي التهاب جاني كده وقال لي ده قرحة. وبعد دموع والتهابات وبتاع يعني وخفت الحمد لله. مفيش حاجه دخلت في العين او جرحتيها دعكتيها؟ ما عرفتش هل كان بتاع يعني انبول المرهم كان جه بوزو فيها او حاجه، ما اعرفش. محتمل. أيوة. المهم حضرتك اخدتي علاج للقرحه وراحت. او راحت القرحه بعدين هو بيديني علاج. ده انا بقالي دلوقتي 4 أشهر اهو يعني. يديني علاج استمر شهرين عليه، هل هو القطره دي مش غلط؟ هو حضرتك دلوقتي مش مغطيه العين طبعا؟ لا مش مغطيه، ده بقى لي 3 أشهر. طيب يعني زياده من قبل العيد ب 15 يوم. طب هو مديك العلاج ده للقرحه ولا لحاجه تانية؟ لا القرحه خلصت، ده هو مديني عشان الذبابه التفتت الذبابه. لا 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 هقول لحضرتك. نعم. القطره بتتحط على سطح العين وبتمتص وبتاثر على الاجزاء السطحيه من العين. ايوه. الذبابة اللي بتيجي بعد عملية المية البيضة بيبقى سببها حدوث تحلل في الجسم الزجاجي اللي هو الجيلي أو ما يشبه الجيلي اللي موجود داخل كرة العين. أقول لما عملت العملية ده هو اللي قال لي كده. أيوة. أما عملت العملية إيه؟ قال لي إن السائل الزجاجي قال لي يعني. ماشي، ما هو بيبقى فيه تحللات في السائل الزجاجي أو الجسم الزجاجي. التحللات بتعمل بيبقى فيه عتمات سابحه متحركه في الجسم الزجاجي. ايوه بعدين؟ ما انا اقول لحضرتك. هي قالت اللي هو مديني علاج. ما انا بس هقول لك اهو، انت بتساليني سؤال هجاوبك. العتمات دي موجوده في الجسم الزجاجي داخل كره العين. القطره لا تصل لها وليس لها اي تاثير على الذبابه الطايره اللي انت شايفاها. اللي ممكن يأثر عليها في بعض الأدوية العامة ممكن بتتاخد سواء كانت أقراص أو حقن، ممكن بتتاخد في الحالات دي وبتساعد على تحلل العتمات في الجسم الزجاجي وتضيعها. إنما القطرة ليس لها أي تأثير على عتمات الجسم الزجاجي والذباب. نرجع تاني حضرتك، كنا بنتكلم على التنسيق بين الدكتور العيون والدكتور الباطني في رعاية مريض السكر لتجنب المضاعفات وتقليلها وتوقيفها. يبقى مدة مرض السكر عامل مهم جدا في حدوث المضاعفات، علشان كده حتى دايما بنقول ان النوع الاول من السكر اللي بيجي في الاطفال الصغيرين بيبقى اشرس او بيؤدي لحدوث مضاعفات اكثر من النوع الثاني اللي بيجي للناس الكبار، لأنه متوقع غالبا أن الصغير هيعيش مدة أطول، طبعا بأمر الله، إنما غالبا الصغير هيعيش مدة أطول، وكل ما قعد السكر مع مدة أطول كل ما كان عرضة لحدوث المضاعفات. يبقى التنسيق مهم جدا بين دكتور العيون ودكتور الباطني. المريض أن يتابع ويتابع مريض الدكتور الباطني ودكتور العيون لتنظيم السكر ولعمل الكشف الدوري على العين، حتى ولو ما كانش عنده أي شكوى المفروض أنه كل 6 أشهر يتعمل له فحص للعين، يتقاس ضغط العين، يتشاف قاع العين
علشان نكتشف أي تغيرات أو مضاعفات في المرحلة الأولى، وبيكون علاجها أبسط وأسهل بكتير. العلاج المتاح دلوقتي بالنسبة لمرض السكر، في بعض الأدوية الباطنية بنديها كدكاترة عيون، هذه الأدوية بتساعد على عدم حدوث النزيف أو بتقلل من نسبة واحتمال حدوثه، بتساعد إن الأكسجين اللي رايح بيغذي الأنسجة يكون أكتر. إذن في علاجات باطنية بنديها دكتور العيون إلى جانب الدكتور الباطني علشان تقليل وتوقيف مضاعفات السكر. الحاجة التانية اللي أنا قلتها قبل كده استخدام أشعة الليزر، والليزر ده عبارة عن ضوء بنستخدمه في أننا بنعمل كي ضوئي للمضاعفات، سواء كانت نزيف، سواء كان ارتشاح، سواء كان تكون أوعية دموية جديدة في الشبكية وبتكون هي سبب النزيف اللي بيحصل. بنقدر نستخدم الليزر والكي الضوئي بالليزر علشان نعالج هذه المضاعفات، ونقدر نكوي الشعيرات الدموية الجديدة المتكونة ونقفلها اللي هي بتكون سبب للنزيف المتكرر في مرض السكر. الحاجة التانية ممكن أستخدم الليزر في علاج ارتشاح المركز الإبصار في الشبكية علشان نحسن هذا الارتشاح، لأنه لو استمر لمدة طويلة بيؤدي إلى حدوث أو تكون حويصلات في مركز الإبصار أو المقولة، ولو تكونت بيبقى علاجها بعد كده صعب وبيؤدي إلى ضعف شديد في قوة الإبصار. في طريقة حديثة اللي هي الأستاذة الفاضلة اللي كانت سألتني عليها، اللي هي الحقن داخل العين، دي طريقة جديدة لعلاج مضاعفات مرض السكر بقالها يمكن حوالي 4 أو 5 سنوات، وفي أدوية دلوقتي معروفة ومقبولة ومتفقين عليها عالميا بنقدر نحقنها داخل العين. فهذه الحقن بتساعد في أنها توقف وتحسن وتعالج مضاعفات مرض السكر في الشبكية وفي قاع العين. الحقن ده هي بتتاخد داخل كرة العين في داخل اللي هو الجسم الزجاجي اللي احنا قلنا عليه اللي هو موجود. معنا اتصال الأستاذ أشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نور الشاشة يا دكتور، زي صحتك. ربنا يخليك يا رب. الله يحفظك تحت أمرك. والله وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشرايين وإذا مرضت فهو يشفين. ونعم بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله، ما خلق الله داء إلا وجعل لكم دواء. تمام. تمام يا فندم، كلام حضرتك طبعا مظبوط، وده كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. انه يعني احنا كأطباء حتى واحنا بنعالج دايما بنقول ودايما بندعو ونطلب من الله التوفيق، لانه العلاج المريض بيبقى دايما بتوفيق من الله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيوجهه الى طريقة الفحص المظبوطة، الى التشخيص المظبوط، والى طريقة العلاج المظبوط. بقول انه في معانا اتصال. طيب مدام ام جمال دكتور. اتفضلي. لو سمحت، انا بنتي كان عندها العصب السابع وبتروح بقاله سنه. وبقاله ايه؟ بقاله سنه. ايوه يا فندم. وبعدين طلع عندها حبايه في بين حاجبها وحاجبها برموشها بالجفن كده. ايوه. وانا محتاره دلوقتي اكشف عليها فين. هقول لحضرتك. أيوة. العصب السابع خلاص تأثيره راح؟ جالها مرتين. يعني هي دلوقتي بتقدر تقفل عينها كويس ولا لسه مفتوحة؟ لا، لما بتيجي تضحك كده بتغمض، يعني لما تيجي ما هو نتيجة هو طبعا مشكلة العصب السابع دي من ضمن الأعصاب اللي ممكن بتتأثر في العين. أيوة. إنما علاجها بيكون مع دكتور الأعصاب الأمراض، بيكون مع علاج مع دكتور الأمراض العصبية. أيوة. إنما في حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا في العيون. حضرتك، احنا في العصب السابع لما بيتأثر بيأثر على عضلة معينة، العضلة دي اللي بتقفل العين، بتقفل الجفون. فمريض العصب السابع ما بيبقاش قادر يقفل عينه كويس. ولما بتتقفلش كويس بتبقى عرضة للجفاف. والجفاف ده من ضمن الحاجات الخطيرة جدا، لان لو حصل جفاف بيحصل تقرح، والقرحه لو ما اتعالجتش ممكن بتؤدي الى عتامه وفقدان في الابصار. طيب، فانا بسال بس حضرتك، لما حصل العصب السابع هل في حد وصف لها قطره او مرهم او حاجه تحطه في العين؟
لا هي رأت منه وعملت لها تمارين عليها. عملت علاج طبيعي وجلسات طبيعي. تمام. وبعدين رأت منه وكان دول حقن وقطرة ومرهم وكده يعني بطلته يعني. انما دلوقتي حضرتك بتقدر تقفل عينها وهي نايمه، بتبقى عينها مقفوله ولا مفتوحه؟ لا مقفوله. طب الحمد لله. بس لما بتيجي تضحك بترمضها. ما هو دي بقى بتبقى بعض التاثيرات اللي بتنتج عن العصب السابع دي، ممكن حضرتك مع دكتور الامراض العصبيه. طيب الحبايه بقى الحباية. اللي طالعه دي الحبايه، انت قلتي بين الحاجب وبين الرموش. لا بين الحاجب والجيف. ما هو فالحبايه دي في المنطقه دي دكتور عيون يقدر يعالجها طبعا. طب يعني ما خافش ان كنت عندها سكر ولا حاجه؟ بنشك في السكر اكتر لو كانت متكرره. انما هي لو اول مره تظهر غالبا ما بتبقى يعني التلوث لحاجه وحصلت وتكونت. طيب وكان يعني كان عينها وجعتها زمان يعني قبل العصب ما يجي لها، ورحت كشفت عليها كانت عينها ورمت برضو دي، ورحت كشفت عليها الدكتور قالت لي ده عاوزه نضاره وكده. طب ماشي حيكو، عملتوا لها نضاره ولا ما عملتوش؟ لا انا يعني ما عملتش لها يعني، كنت طيب لسه صغير يعني 12 سنه. ما انا اقول لحضرتك يعني هو في يوم من الايام اتشخص ان عندها ضعف نظر. يبقى هي كان المفروض تكشف وتعمل نضاره. الحاجه الثانيه بالنسبه للحبايه دي علاجها حضرتك ممكن دكتور عيون يعالجها. عيون يعني مرش الجلديه؟ لا دكتور عيون في منطقه اللي هي بين الحاجب والجفن دي، دكتور عيون يعالجها كويس مفيش مشكله. وساعات بتدخل الحمام كتير، بس هي جسمها يعني وزنه حلو ما بتخسش. معلش بقى تحلل حضرتك لو سمحتي، لو الحكايه الشكوى دي موجوده تحلل. اللي معانا الاستاذ اشرف. معلش يا دكتور، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش يا حبيبنا ما عرفش السؤال لسه ان شاء الله يعني. السؤال حضرتك، هل سكر العين يكون وراثيا وما هي اعراضه؟ هو السكر حضرتك مش فيش حاجه اسمها سكر العين، هو سكر الجسم. يعني مرض السكر في الجسم. ايوه. احيانا بيبقى فيه مرض السكر لما يكون في العين، يعني السكر يصيب العين. لا يعني هو الاساس حضرتك ان المريض يبقى عنده سكر او ما عندوش. ايوه. انما السكر قد يكون في بعض الاوقات في عوامل وراثيه. ولو جه مرض السكر في الجسم بتبقى العين عرضه لمضاعفات منه. طب سيادتك اعراضه على العين ايه؟ اعراضه على العين ايه يعني؟ هو حضرتك لو كنت شفت الحلقه كلها من اولها انا قلت كل الاعراض، من لذبذبه في قوه الابصار، حدوث زغلله احيانا، تكرار ظهور الدمامل في الجفون. فيعني لها اعراض كتير. اتعشم ان انا اكون اتكلمت مع حضراتكم في نقطه اعتقد ان هي مهمه وبتعتبر مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا كمرضى سكر، لان السكر مرض الحمد لله انه دلوقتي له طرق كثيره للتشخيص وللعلاج، انما لو اهمل في علاجه وفي تنظيمه ممكن بيؤدي الى مضاعفات خطيره في الجسم كله، ممكن يؤدي الى فشل في الكبد، ممكن الله لا يقدر يؤدي الى فقدان في الابصار. اتمنى ان اكون قلت حاجه مفيده تساعد حضراتكم. ونصيحه الاخيره لمريض السكر انه ما يهملش، وانه يكون في نوع من التنسيق بين دكتور الباطني ودكتور العيون، علشان ان شاء الله باذن الله نتجنب حدوث مضاعفاته المختلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصح